انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، فكيف تفاعلت الأصول معها ولأي درجة هناك لا يزال نوع من المخاوف بانتظار الجولة الثانية التي ستكون يوم الأحد المقبل؟ بداية، هذه هي الأرقام والنتائج المتعلقة بالجولة الأولى. حزب التجمع الوطني اليميني، حزب ماري لوبين، حصل على 33% من الأصوات، بينما الجبهة الشعبية الجديدة وهو الحزب من الطرف اليساري حصل على تقريبا 28% من الأصوات، ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حصل على 20% من الأصوات. طبعا هنا يجب الإشارة بأنه في هذه المرحلة يجب أن نشهد نوع من التحالف بين كل من الجبهة الشعبية الجديدة، اليسار، ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا كانوا يريدون أن يمنعوا وصول ماري لوبين إلى رئاسة الحكومة. هذا هو السيناريو الوحيد. إذا شهدنا هذا السيناريو، هو يعتبر أمر إيجابي بالنسبة للأسواق، لأنه يعني بالبرلمان المعلق، بأنه لا يوجد لدينا أغلبية مطلقة في البرلمان، وهو أمر تعتقد الأسواق بأنه إيجابي جدا، لأنه يمنع أن يكون لدينا سياسات تكون إما جدا تساهلية أو جدا تشددية. كيف تفاعلت الأسواق؟ بداية من أسواق الأسهم الفرنسية، الكاكاغان قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الانتخابات المبكرة كان قرب مستويات 8000 نقطة. كل هذه التراجعات التي شهدناها على مدار الجلسات الماضية كانت بسبب مخاوف بأن اليمين المتطرف سيحصل على أغلبية الأصوات، وبأنه قد يحصل على الأغلبية. مع نتائج الجولة الأولى، معظم التوقعات تشير بأن حزب ماري لوبين بحاجة إلى أن يربح الكثير من الأصوات بعد قبل أن يحصل على الأغلبية. الترجيحات تقول بأنه سيحصل على ما بين 230 ل 280 مقعدا، بينما الأغلبية بحاجة ل 289 مقعدا، وبالتالي هذا أعطى الأريحية بالنسبة للأسواق وهذه الارتفاعات التي شهدناها في بداية جلسة يوم الاثنين. ولكن هذه الارتفاعات لم تدم طويلا، لأننا عدنا لنشهد تقليص لهذه الارتفاعات مع انتظار أن يكون لدينا إذن تحالف بين الحزب الوسطي والحزب اليساري، وذلك لمنع الحزب اليمين المتطرف من الوصول إلى تشكيل حكومة بأغلبية مطلقة. إذا نظرنا إلى أسواق السندات، لأنه هي المؤشر الأكبر على مخاوف المستثمر، من بعد ما شهدنا صعود قوي للبريميوم، يعني العلاوة التي يطالب بها المستثمر لحمل السندات الفرنسية، وإذا نظرنا إلى الفارق ما بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو الأمر الذي يعتبر مقياس حول مخاوف المستثمر، شهدناها تصعد خلال الفترة الماضية إلى قرابة مستويات فاقت 80 نقطة أساس. تراجعت بشدة من بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، ولكنها عادت لتصعد قليلا، وذلك بانتظار النتائج الخاصة بالجولة الثانية، ولأي درجة معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون قادرا على أن يتحالف مع اليسار لمنع الحزب اليميني حزب ماري لوبين من الوصول وتشكيل الحكومة.